أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بضرورة ألا يقتصر أي تحالف دولي لمكافحة الإرهاب على تنظيم بعينه كداعش، لكن التنظيم الذي يسيطر على مساحات من أراضي العراق وسوريا بث أمس شريط فيديو يظهر إعدام رهينة بريطاني باجتثاث رقبته. جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للقاهرة تكليلا للجهود الرامية لحشد التأييد إقليميا ودوليا لخطة الرئيس أوباما في التصدي لتنظيم داعش. ومن القاهرة يعلن كيري أن واشنطن ستحارب ذلك التنظيم المثير للقلق أينما كان، مؤكدا على دور مصر الأساسي في مواجهة التنظيم. نبذ هذه الأيديولوجيا المتطرفة كان هذا جزءا هاما من حديثنا في جدة واليوم هنا مرة أخرى في مصر في القاهرة، وهو شيء بإمكان المؤسسة الدينية وهي الأزهر ودار الإفتاء يدعمون هذا التوجه ويؤيدونه. وكما أوضح الرئيس أوباما في وقت سابق من هذا الأسبوع، نؤمن أن الطريقة الوحيدة للتخلص من خطر داعش هو من خلال بناء تحالف دولي. قبل ذلك استمع الوزير الأمريكي الزائر للرئيس السيسي وهو يطالب التحالف الوليد بضرورة ألا يقتصر عمله على تنظيم بعينه، في إشارة واضحة لطلب الدعم للجهود المصرية للتصدي لأعمال العنف في سيناء وغيرها. زار كيري القاهرة بعد جدة حيث أعلنت 10 دول دعمها للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن. المساعي الدولية والإقليمية للتصدي لداعش لم تكن وحدها هي المتسارعة، فالتنظيم الذي تتوسع رقعته في سوريا والعراق أعدم رهينة بريطانية ليبعث برسالات للندن التي أعلنت دعمها للتحالف الدولي. ليخرج رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون متوعدا بمحاكمة داعش التي قتلت موظف الإغاثة البريطاني ديفيد هاينز بنفس طريقتها الوحشية، وما بين هجمات واشنطن على داعش واستمرار جرائم التنظيم الوحشية تتسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية هنا وهناك على تضع حدا لتنظيم يقول خبراء واستراتيجيون إن جيوشا كاملة ربما لا تقوى عليه. وللتعليق على زيارة كيري والتحالف الجديد ينضم إلينا عبر الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية سابقا. مساء الخير. الخير. سعادة السفير، ماذا يطلب الرئيس السيسي من الأمريكيين؟ اللي تطلبه مصر يعني اولا مساندة مصر في مكافحة الإرهاب، وانه الولايات المتحدة الأمريكية تعلن بصراحة وبوضوح وبدون اي تردد ان مصر بتحارب جماعات إرهابية في سيناء وعلى حدودها الغربية مع ليبيا، وبالتالي العقوبات اللي وقعتها الإدارة الأمريكية بترفع كامل. وامبارح في المؤتمر الصحفي اللي عقده الوزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المصري أشار إلى إن هم في الشهر الماضي قرروا الإفراج عن 10 طيارات أباتشي من حيث المبدأ، فيسلموا لمصر 10 طيارات أباتشي إذا كان فعلا هم عايزين زي ما بيقولوا إن هو علاقتهم الاستراتيجية مع مصر مهمة جدا وبتمثل جزءا اساسيا في استراتيجيتهم باتجاه الشرق الاوسط، يسلموا ينفذوا القرار بتاع تسليمنا، لان دي هتبقى اشاره واضحه للجميع خصوصا الدول القوى الاقليميه وبعض الدول العربيه اللي بتدعم الارهابيين ان الولايات المتحده الامريكيه بتساند مصر وبتعضد مصر في حربها على الإرهاب. النقطة الثانية انه طبعا اتصالا بالرد على سؤال حضرتك الرئيس السيسي يطلب ايه من الولايات المتحدة الأمريكية، هو انا ما اقولش يطلب، يعني مصر ما تطلبش، هي اذا كان الولايات المتحدة الأمريكية بتقول ان علاقتها مع مصر بتمثل مفتاح استراتيجيتها في المنطقة، يبقى احنا نتمنى انه الولايات المتحدة الامريكية تتصرف من هذا المنطلق. امس في المؤتمر الصحفي كيري قال عبارة ارجو ان احنا نتوقف عندها عشان نقدر نفهم
المقاربة الأمريكية للأوضاع الحالية في مصر. قال إن إحنا بيتكلم باسم بلاده طبعا، إن إحنا بنقف إلى جانب مصر في ثلاث مجالات. المجال الأول الإصلاحات الاقتصادية، المجال الثاني الإجراء الانتخابات البرلمانية، والمجال الثالث هو هنا شوفي حضرتك الصياغة، صياغة أهم من المضمون، إن هنشوف طريقة تنفيذ مصر لتعهدها باحترام حقوق الإنسان. شوفي حضرتك الصياغة معمولة إزاي. هذه الثلاث مجالات اللي كاري تحدث عنها أمس في المؤتمر الصحفي في القاهرة، واللي هي مفتاح فهم موقف الإدارة الأمريكية من التطورات السياسية في مصر. يعني النهاردة إحنا قدام مطالب أمريكية، إصلاحات اقتصادية، وطبعا إصلاحات اقتصادية يعني الدولة تنسحب من المجال الاقتصادي ويبقى القطاع الخاص هو يعمل، يبقى اقتصاد السوق. ده حاجة. بالنسبة للانتخابات البرلمانية لا خلاف على هذا، إحنا طبعا دي المرحلة الثالثة والأخيرة في خريطة المستقبل واتجاه التحول الديمقراطي في مصر، وطبعا دي شأن مصر. ونعم النقطة الثالثة بقى حقوق الإنسان، ده بقى حضرتك هنا بقى التوقف عندها، نتوقف عندها، لأن دوت هيفضل دايما ورقة ضغط الإدارة الأمريكية تحركها اتجاهنا كلما أرادت هذا. فإنه النهاردة إحنا طبعا في معايير موضوعية يجب أن نستند إليها في الحكم على موقف الإدارة من ثورة 30 يونيو وما ترتب عليها من ثورة. هل العقوبات هترفع أو لا؟ هل الاتحاد الأوروبي هيرفع العقوبات اللي فرضها علينا في أغسطس 2013 ولا لا؟ هم دولت حضرتك المعيارين اللي إذا تم رفع هذه العقوبات سواء الأمريكية أو الأوروبية، يبقى العلاقات بين القاهرة من جانب والاتحاد الأوروبي وواشنطن من جانب آخر رجع تاني إلى مسارها الطبيعي. نشكر سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية سابقا على هذه الإفادة.